السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حلقة، وحلقة مميزة جدا. في بعض الناس ما بتعرفش تحل الطارة الخلفية او الجنط الخلفي للدراجة الخلفية اللي معانا ديت عن طريق اللي هو الكويكس ريلز، اللي هو الاكسل كويك ريلز. فبالتالي انا حبيت اعمل لكم الحلقة دي عشان نعرف نحله بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا الكويك ريلز معانا ده في الطاره الاماميه بتقدر تحله بكل سهوله، اما الطاره الخلفيه فعشان الجشمه والتروس والديسك الخلفي فبيبقى في صعوبه في التركيب. فانا حبيت اعمل لكم الحلقه ديت وهنحله مع بعض دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايف دي الدراع بتاع الاكس معانا، هنبدا نفكه كده الاول اهوت، نشده لبره ونبدا نفك الاتجاه كده شمال اهوت كده زي ما انت شايف كده بطريقه سهله بسيطه خالص. وهنبدا في حاجه بقى هي المهمه جدا هوريها لحضرتك اهو. شوف الدشمه الخلفيه اللي انا همسكها، هجيب الدشمه كده لورا لورا سنه وابدا اطلع الطاره في الاتجاه اللي هو اللي انا رفعتها لفوق خالص اهو. وكده حليت الطاره معايا اهيت، او الجنط بتاع العجله بسهوله خالص ومفيش اي مشاكل خالص. طيب المشكلة بقى في التركيب، التركيب سهل خالص، انا حالتها لكم اهي. لو حبيت تعمل بقى اي صيانة ممكن تعملها، مفيش اي مشاكل. هنيجي بقى للتركيب برضو بنفس الطريقة، هنمسك الجنط معانا اهوت اهوت زي ما شايفين، وابدأ خلي بالك اهوت بالظبط هو اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم، اللي هي اللي انت ما بتعرفش تظبط التروس معايا، فانا اعلمك ازاي تظبط التروس. اتجاه ان احنا ننزل اتجاه التروس اللي احنا هنركب فيه ونظبط الجشمه دي هتبقى المشكله قدامك، دي بقى اهم حاجه ظبطها، وظبطها لازم يكون بطريقه سهله خالص. بص زي ما انت معايا، اول شايف زي ما انت شايف الدشمه اهيت اهيت، انا بدخل الطار برفع برفع الجنزير اللي فوق وبنزل بالتروس لتحت وبجيب الدشمه الخلف كده وبرجع لورا اهوت وابدا اهوت كده. نزلت في المكان اللي هو بتاع الترس اللي معايا تمام، وابدأ اهو كده اهو، قمت ضاغط على الضغطة دي زي ما انت شايف كده. ده طبعا السلك بتاع الدشمة انا كنت خلعه وكنت بعمل صيانة تمام. دي المكان بتاعه اهو كده زي ما انت شايف كده، الطارة هي اتركبت معانا ولسه انا لسه ما ربطتش اللي هو الاكس بتاعنا. هنيجي على الدراع بتاعنا ونربط ونقوم نربط ونظبط الطرف المنتصف تمام اهوت، ونقوم قافلي الكوب. هنبدأ نظبط الطارة اهوت كده، ظبط معانا اهيت اهوت زي ما انت شايف الطارة ركبت معانا اهيت من غير اي مشاكل خالص اهوت زي ما انت شايف. وكده ان شاء الله كده تركيب الطارة بأسهل طريقة، ونشوفكم في حلقة تانية. ونقول لكم اللي لسه مشتركش معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.